نقاط الالتقاء هذه يقصدها السياح والسكان لمشاهدة المناظر المجاورة التي تشعر بالراحة والفرح. الغالبية العظمى من أهل بكين لديهم مسكن هنا، ففي بكين الجديدة تجد صغار السن لا يحبذون العيش هنا بسبب ارتباطات الحياة العصرية. وفي وقت العطلة نأتي لزيارة الوالدين وكبار السن الذين يعتبرونه المكان المفضل. هناك نقص في بعض الخدمات في هذا المكان، فهو بارد نسبيا، لكنه أكثر الأماكن هدوءا بالنسبة لمن هم في عمرنا. وفيما تبدو هذه العربات الوسيلة الأمثل للتنقل في أحياء بكين القديمة لضيقها، يعدو هذا الضيق سببا لقرب الناس من بعضها، فالعديد من أهل بكين يفضلون العيش في هذه الأحياء للعلاقة الحميمة والترابط بين سكان الحي الواحد، فهم يكترثون لبعضهم البعض كأسرة واحدة، متمسكين بديارهم وحضارتهم الممتدة إلى آلاف السنين. الحياة في هذا المكان كأنك تعيش في قرية صغيرة، الكل يعرف الكل وعلى اتصال دائم، على عكس البنايات العالية التي بالكاد يزور أحدهم الآخر. بيوت بكين القديمة المبنية بالطوب والقرميد الرمادي كأنها جميعا على نمط واحد، لكن ما يميزها هو لون الأسقف وعدد الكرات الخشبية المرصعة على سطح الباب. وتتوسط البيت حديقة صغيرة بها أشجار العنب والرمان، وتحتوي هذه الدار على غرفة رئيسية مخصصة لكبار السن مثل الأجداد والآباء، والغرفة الشرقية التي تدخلها الشمس مخصصة للأبناء الذين بقاؤهم مثل الشمس المشرقة التي تشير إلى يوم جديد واستمرار الحياة. إنه مكان لطيف جدا، فالمكان تاريخي ولا أجد له نظيرا في بلدي. أزقة بكين هي شريانها الثقافي، وبحسب الأمثال الشعبية الصينية فإن الزائر لبكين إذا لم يدخل أزقتها فمن الصعب عليه معرفة بكين. الأزقة تنتشر في كل أنحاء بكين وهي متشابكة بين بعضها البعض، أشكالها توحي للوهلة الأولى إنها متماثلة، لكن في الحقيقة لكل زقاق قصة مختلفة. وتعرف بكين القديمة عن غيرها من المدن الصينية بأزقة ضيقة تسمى خوتون، وهي شوارع صغيرة تتخلل مناطق بكين التاريخية وتعتبر من أبرز ملامح المدينة. وهناك مثل شعبي يردده البكينيون يقول: إذا كانت المدينة المحرمة هي قلب العاصمة النابض، فإن الأزقة الخوتون هي شرايينها. ويبدو أن نصيب هذه المقولة من الصواب كبير، فالزائر لبكين إذا لم يدخل هذه الأزقة الخوتون لا يمكنه معرفة بكين. لبرنامج إخباريات سعادة سعادة.